السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم خواتي يا متابعيني؟ إن شاء الله ينال إعجابكم طبقنا اليوم على بركة الله. حنعمل الفسيخ الفلسطيني لعام 2021، إن شاء الله يكون طبق مميز. وأنا قبل هيك سويت فيديوهين للفسيخ في لأول أيام العيد الفلسطيني، وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو. لا تنسوا تكتبوا لي في التعليقات إيش عجبكم من الفسيخ، شكل السمك، شكل الأكل، طريقة الطبخ، طريقة التقديم، حتى لو كلمتين ابدوا إعجابكم بهذا الفيديو. طبعا إحنا حنستعمل هلأ الفسيخ هذا، أصلا هو بيكون من سمك بوري طازة. طبعا بياخدوه بيملحوه بيبهروه بيحطوه بوعاء يعني تخزين لمدة معينة، بعدين بيصبح معاهم فسيخ. إن شاء الله إذا عجبكم هذا الفسيخ اكتبوا لي إذا عجبكم هذا الفسيخ، علشان أنا أقولكم من فين أنا جبته في التعليقات. على بركة الله، لا تنسوا تعملوا لي لايك، تبدو إعجابكم بهذا الفيديو. على بركة الله نبدأ طبقنا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم خواتي حبايبي؟ أنا اليوم حابة أسوي لكم إن شاء الله الفسيخ. فسيخ يعني في معظم البلدان بيحبوا ياكلوه أول يوم العيد، فإن شاء الله يا ربي ربنا يسهلها وأعمل لكم إياه ويزبط معايا وإن شاء الله تمام. طبعا عشان ننظف الفسيخ لازم ننظف الفسيخ في مكان زي كده زي ما انتوا شايفين، او على الارض بجريدة، علشان بعد هيك نحن نليف هذه الندفة وننظفها بعد ما نستعمل الفسيخ، نقطع فيها الفسيخ. طبعا الفسيخ السمكة هقطعها 4 قطع زي ما شفتوا، هذه الديل وهذه القطعة اللي بعد الديل وهذه الراس. نحن الراس هذا ممكن نرميه لانه ما له لازم، بس نحن هنخليه عشان ديكور للسمكة. شايفين كيف؟ هنبدأ في تنظيف السمكة. يلا على بركة الله. بدي أوريكم كيف نحنا مثلا زي هذه هنشيل الزعانف بتاعتها هيك، شايفين بالمقص، عشان يسهل علينا كل إشي نستعمل المقص أحسن من السكينة. بعدين الجزء هذا شايفينه هنعمله هيك، كده صارت عنا تمام. بس باقي علينا نشيل القشر هذا، هنشيله شوية شوية تحت الماسورة هنا علشان ما يوسخ علينا وعلشان يخلص بسرعة. بالنسبة للقطعة هذه شوفوا كيف هنفكها هيك بالمقص، هنطلع الجزء اللي جوا هذا، وبعدين نشيل هذا الجزء. شايفين؟ يلا على بركة الله أخلص الكمية وبعدين نشوف إيش حنعمل بعد هيك. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف نظفنا السمكة اللي فسيخ. أنا حسوي اليوم 5 حبات فسيخ عين الشيطان عشان أكل وأطعمي حبايبي معايا. شايفين هذا الراس أنا بعمله بس ديكور للسمكة، ولا هو ما فيهوش حاجة، ما في ولا أي شيء. شوفوا كيف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شايفين عليه دقيق وقليه بالزيت، هذه أول خطوة. يلا على بركة الله. أسهل طريقة كيف نحن نحط الدقيق على الفسيخ أو على السمك أو على أي شيء بدنا نقليه، نجيب كيسة هيك ونحط زي كده كمية الدقيق اللي بدنا إياها، مثلا كاسة، هذا نحن حنستعمل تقريبا كاسة دقيق. شايفينها؟ هيها كاسة. بنحطها بالكيس، في ناس بحطوا عليها ملح اذا كان دجاج وفابريكا اذا بدهم يقلوا دجاج. نحن بدنا نقلي فسيخ فما يحتاج نحط ملح لانه هو مملح، فنحن حننزل قطعه الفسيخه بالشكل هذا كده، ونرش الكيس رشة كده. بعد شويه حنطلع القطعه هذه كده ونحطها على الزيت على بركة الله. بعد ما نرجعه بالشكل هذا هيك الكيس زي ما انتم شايفينه
هناخد قطع من الكيس نتوكها جوات الكيس كده، وبعدين نسقطها بالزيت الجوة تاني. ناخد قطعة زي ما انتم شايفين كده نسقطها بالزيت. أحسن حاجة انك تحطوا الدقيق في كيس وبعدين تكملوا بهذا الشكل. شوفوا شايفين كيف من كل النواحي تدقج عليه الدقيق، تسقطوها بالزيت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله كل سنة وأنتم طيبين يا متابعيني يا حبايبي، وإن شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركات زي ما نحن ناقصين عام جديد إن شاء الله بإذن الله على بركة الله. هذا هو لكسيخ السنة 2021. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، شايفين ما شاء الله. ممكن تحمريها أكثر من كده، لكن زي ما أنت شايفة لازم يكون الزيت غزير، لازم يكون الزيت يعني كثير الدقة نشيلها. شايفين هذه هي قطعة كثير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نحطها في الصينية وبعدين نظبطهم ونغطيهم، نحط عليهم الفلفل الأحمر الأخضر والليمون، وبعدين نعمل البندورة تبعتها اللي هو اليخني الكسير على بركة الله. شايفين تحلت إن شاء الله لا قوة إلا بالله. نعمل الكمية ونوريكم بعدين. الحمد لله علينا السمك خلاص، هلا بدنا نحط الروس. شايفين هنحطه في نهاية يعني خلاص الزيت كده بس، هو هنظر بس تكونوا حريصين لأنه هذا العين ممكن تفك تفقع، فكونوا حريصين. شايفين على بركة الله كده راس السمكة حطيناه على كده، هنصفي النار. لا تنسوا تعملوا لي لايك تبدو اعجابكم بهذا الفيديو، وحنبدأ نعمل يخني البندورة تبع الفسيخ، وشوفوا كيف القفاز يوم السمك والفسيخ والحاجات هذه بيتبهدل ويصير حاجة تانية على بركة الله. شوفوا خواتي هسوي الدقة تبعت الفلفل والثوم اللي هنحطها على الفسيخ على وش راسين ثوم. طبعا قد ما تحبوا من الفلفل حطوا على حسب يعني رغبتكم. شايفين نحط عليهم شوية مية بس عشان يتحرك الخلاط، نسكرهم نسكر الخلاط نضربهم. شوفوا كيف زدنا الفلفل حطيناهم، رجع تاني نضرب الخلاط. كده هو جاهز، شايفين كده هو جاهز. هنحط عليه كسر الليمون هذا المعصورة، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد كده هنحطه على وش الفسيخ على بركة الله. هنحط على البصل
من هذا الزيت اللي احنا قليناه في السمكة. شوفوا هذا الزيت هناخد جزء كده منه شايفينه، ونحطه نعمل فيه يعني جزء بسيط شايفين بس. نسيب البصل شوية ياخد تحميرة، بعدين نحط عليه البندورة والفلفل. شوفوا ما شاء الله صفحنا البصل أخذ لون شوية زي ما انتم شايفين، هنحط عليه البندورة. ما شاء الله تبارك الله كمية البندورة ما شاء الله. وحنحط عليه جزء من الفلفل اللي نحن طحناه، شايفين الفلفل اللي طحناه؟ شايفين الفلفل اللي احنا طحناه؟ هنحط جزء منه. وحنحط كاسة المية هذه ونسيبه على نار عالية لحد ما يتسبك الطماطم مع البصل مع الفلفل والثوم. هنحط عليها كمان معجون طماطم معجون طماطم ونسيبهم عاد يتسبكوا براحتهم. بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك وتدعوا اعجابكم لهذا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين يا خواتي يا حبايبي يا متابعيني. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله، شايفين كيف؟ اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. شايفين نحن عاد بهذا الوقت اتسبكت شوية الطماطم مع الفلفل مع البصل. هنحط عليها معلقتين دقيق، ندوبهم بكاسة مية زي ما انتم شايفين هيك. نحط هذا الدقيق كاسة مية ونحط جزء منها شايفين. ليش حطينا احنا الدقيق؟ عشان الدقيق بيعمل زي الكريمة بيخليها تلزق هيك متماسكة اكتر. ما شاء الله تبارك الله شايفين كيف؟ نخليه يغلي شوية غلوة شوية ونطفي عليه. في ناس بحبوا انه تكون الطماطم مهرية على الاخر دايبة على الاخر، انا بحبها تكون شوية متماسكة. على بركة الله. اذا عجبكم شكل السمكة اللي هي الفسيخة وكيف انا قليتها وعجبكم وشفتوا كيف اللحم تبعها، اذا عجبكم انا بكتب لكم في التعليقات من وين انا جبت الفسيخ، من ايش اسم السد، وتتواصلوا معها. على بركة الله. لا تنسوا تعملوا لي لايك برضو وتبدوا اعجابكم بهذا الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين. عام 2021. والنسيم الحلو يسلم عالزمن، الليالي المقبلة فرح وسمر، والنسيم الحلو يسلم عالزمن.
حبايبي.